نوفمبر 2020 بيبر 6 فاريانت 1. والسؤال الأول، السؤال يا جماعة من نوعية الدنسيتي. السؤال ده من نوعية الدنسيتي، أسئلة مباشرة يا جماعة بتاعة الدنسيتي دي. الراجل عايز يقيس يا جماعة الدنسيتي اوف موديلنج كلاي by two methods. Figure 1-1 shows one face of a piece of modeling clay that the student uses. يا جماعة ده أحد أوجه المودلينج كلاي. هو بيقول لي إن الدبث بتاعته يا جماعة، يعني لو كملنا الكيوب ده كده تمام، فالدبث بتاعه ده هيكون 3.2 سنتي. تمام، عايز إيه الأستاذ؟ أولا عايز ميجر اللينث وميجر الويث. نرجع تاني لرسمتنا، نيجي بمسطرتنا، ادي اللينث يا جماعه 3.1 تمام، وادي الويدث يا جماعه ها هتكون 2.7. تعالوا نسجل هذه القرايات، اي 3.1 و 2.7. بيقول لي calculate the volume of الفوليوم اللي هي length of width of height. طيب length حضرتك بكام؟ 3.1. width حضرتك بكام؟ 2.7. depth حضرتك بكام؟ لسه مكتوبه فوق، لسه قاريينها 3.2. تطلع بكام يا جماعه؟ 26.8. بيقولي figure 1-2 shows sample A on a balance, record the mass MA of the sample A to the nearest gram. قول لي دي يا جماعة to the nearest gram. حبيبي لو عملت rounding للرقم ده، دي 50.78 grams، لو عملت لها rounding تبقى حبيبي 51، تبقى 51. ودي الاحتمالات وإجابات هذه الأسئلة لغاية دلوقتي. السؤال اللي بعده بيقول لي calculate the density. سؤال بسيط جدا، حيث density A equal MA divided volume A. لسه مطلعين يا جماعة الماس دلوقتي بحوالي 51 اهو، والفوليوم احنا لسه مطلعين 26.8، يبقى انا هقول 1.9 grams per centimeter cube. ارجع كده تاني. طيب يا جماعة لو اللي عايز يطلعها 1.89 تمام، اللي عايز يطلعها 1.90 تمام، ده على حسب كلام الماركس كيم. بيقول لي ايه ده ميثود 2 بقى، دي طريقه ثانيه بقى. The student records the volume V1 of water in a measuring cylinder. هنا يا جماعه الستودنت قاس الفوليوم بشكل ثاني خالص، مش بقى عن طريق ويث ولينث وهايت، لا، وانما عن طريق يا جماعه ميجرنج سيلندر، وحط فيها ميه وبعدين حط فيها المودلنج كلاي، فالميه زادت. فدي يا جماعه دي الميه لوحديها، ودي الميه بلس المودلنج كلاي. تمام، طيب يبقى دي الميه لوحدها، وده المايه بلس الموديلنج ايه كلاي. يبقى الموديلنج كلاي لوحدها كام يا جماعه؟ 182 ماينس 150 يديني 32 سنتيمتر كيوب. دي اجابه هذا السؤال. اللي بعده بيقول لي the student measures the mass mb of sample b. الماس بتاعتها 60. ممكن تقول لي الدنسيتي الجديده بكام يا جماعه؟ احنا لسه مطلعينها دلوقتي. الفوليوم بكام؟ الفوليوم بكام؟ ب 32 تمام. طيب الماس الجديده بكام؟ ب 60 تمام. طيب 60 ديفايدد 32 يديني دنسيتي 1.88 جرامز بير سنتيمتر بير سنتيمتر كيوب. اذا يا جماعه انا حسبت الدنسيتي بطريقتين تمام، حسبت الدنسيتي بطريقتين، مره بطريقه الووتر ومره بالمسطره تمام. طيب بيقول لي ايه بقى؟ A student suggests that the density of modeling clay is not affected by the mass. الستودنت بيقول والله انا اتوقع ان الدنسيتي ملهاش علاقه بالماس. لاحظوا يا جماعه ان هنا الماس كانت كام؟ 60. الماس في الاكسبيرمنت الاولانيه كانت كام؟ كانت 51. اهو يا جماعه الماس في المره الاولانيه 51، لما عملنا اكسبيرمنت مره ثانيه بطريقه الووتر الماس كانت 60. المره الاولانيه افتكر يا جماعه ان الكلي طلعنا الدنسي بتاعته ب 1.9، المره الثانيه يا جماعه طلعنا الدنسي ب 1.88. والله انا وجهه نظري فعلا الدنسي ما لهاش علاقه بالماس. معايا؟ لما عملناها ب 51 كانت 1.9، لما عملناها ب 60 كانت 1.88. فانا مش شايف ان الناتج فارق، فانا موافق. انا موافق فعلا، انا مش حاسس ان الماس ليه علاقه بالدنسيتي. خلاص، فبنقول له agree. ليه؟ different masses gives the same value of density اللي هي 1.88 and 1.9 are ال density 1.88 1.9 are close values within limit of experimental accuracy. فانا فعلا شايف ان الماس مالوش علاقه، الدنسيتي كده كده المفروض تطلع ايه؟ تطلع هي. دي اجابه هذا السؤال. السؤال اللي بعده take the boxes that describe the correct line of sight
for taking a reading of the volume of water in a measuring cylinder figure 1-3 shows. بصوا يا جماعة احنا اتفقنا يا جماعة لما بنبص على المية في الميجرنج سيلندر حاجتين. اولا بنقول يا جماعة ان المية بتبقى مقوسة لتحت كده، المية بتبقى دايما مقوسة لتحت، فاحنا بناخد القراية يا جماعة من البوتوم اوف المينيسكس ونبص يا جماعة perpendicular، ونبص يبقى look perpendicular to the scale تمام، وعلى البوتوم اوف المينيسكس من تحت بهذا الشكل. دي إجابة هذا السؤال. الراجل قال لي فعلا علم على المربع الثالث والمربع الخامس. نوفمبر 20 بيبر 6 فاريانت 1. والسؤال الثاني، السؤال يا جماعة بيتكلم عن الثيرمال، السؤال من نوعية الثيرمال. دي طالبة student investigates the cooling of water under different conditions. عايزين ندرس يا جماعة cooling of water تحت conditions مختلفة، هتعمل ايه؟ اولا لو سمحت اقرا لي الروم temperature. دي الروم temperature دي من الواضح ان هي 21 degrees celsius تمام. دي اجابة هذا السؤال. عملت ايه بقى؟ البنت جابت 200 سنتيمتر كيوب of hot water وحطتهم في بيكر وسابتهم يسقعوا. طبعا she records the temperature of theta of hot water at time equal zero، قاست درجة حرارتهم at time equal zero، وبعدين سابتهم يسقعوا لمدة 180 ثانية ثم قاست ال final temperature. اذا يا جماعة نقدر نقول هنا ال time اليونت بتاعته السكند، ال theta اليونت بتاعته degree celsius. دي يا جماعة ال temperature اللي عند time zero، ودي يا جماعة بعد ما بردت بعد 180 ثانية تمام. يبقى اذا at time 0 كانت درجة الحرارة كام؟ 85. بعد 180 ثانية كانت temperature كام؟ 69. هو بيقول لي complete the table، خلاص احنا كملناها له تمام. طيب السؤال اللي بعده، calculate that the drop in temperature theta 1 من t equal 0 ل t equal 180. يا جماعة عند t equal 0 كانت 85، عند t equal 180 كانت 69، يبقى 85 من 69 يبقى هي نزلت 16 degrees. يبقى خلال ال 180 ثانية دول التمبرتشر نزلت بمقدار 16 ديجريز. بيقول لي احسب the average rate of cooling R1 of the water using equation R1 equal change in temperature divided change in time. يعني بصوا يا جماعة ال change in temperature كام؟ كان 16، نزلت من 85 69 خلال تايم قد ايه؟ خلال 180 ثانية. يبقى الريت اوف كولينج كام يا جماعة؟ 16 ديجري خلال 180 ثانية، يبقى ده كأنها بتنزل 0.89 ديجري سيلسيوس كل سكند. لما تنزل 16 ديجريز خلال 180 ثانية يبقى انت في الثانية الواحدة بتنزل 0.089 سكندز ديجري سيلسيوس عفوا. ده يا جماعة اسمه الريت اوف كولينج، ده اسمه الريت اوف كولينج. طيب البنت عملت اكسبيرمنت تانية بقى، عملت ايه؟ افتكر ان الاكسبيرمنت اللي فاتت هي حطت 200 سنتيمتر كيوب اوف ووتر وسابتهم. هي لا، هي هتعمل هنا حاجه غريبه قوي. هي هتعمل ايه؟ هي هتجيب 150 سنتيمتر كيوب اوف هوت ووتر وتحط عليهم 50 سنتيمتر كيوب اوف كولد ووتر تمام. يبقى هنا يا جماعه انا عندي 150 هوت و50 ايه كولد. الاكسبيرمنت اللي فاتت كانوا ال 200 كلهم هوت. نفس الموضوع يا جماعه، تي على السكند، ثيتا على ديجري سيلسيوس، وبرضه الانيشال تمبرتشر كانت ب 69، الفاينل تمبرتشر بعد 160 بعد 180 ثانيه كانت 57، وطالب نفس الطلبات. التشينج ان تمبرتشر يا جماعه هيكون 69 ماينس 57 ب 12، اللي فاتت كانت 16 افتكر. الافريج ريت اوف كولينج هنحسبها بنفس الطريقه، التشينج ان تمبرتشر على التشينج ان ايه تايم، اللي هو 12 ديفايدد 180. 12 ديفايد 180 يطلع 0.067 ديجري سيلسيوس كل ايه كل سكند تمام. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، او الراجل هنا بيحاول يفهمني حاجه. تعالوا نفهم يا جماعه ايه اكسبيرمنت 1 واكسبيرمنت 2. اكسبيرمنت 1 يا جماعه احنا قلنا ال 200 سنتيمتر كيوب كلهم هوت ووتر، ال 200 سنتيمتر كيوب كلهم ايه هوت ووتر، وجبنا الثرمومتر وقسنا الدروب اوف تمبرتشر يعني درجه الحراره وهي بتنزل. الاكسبيرمنت الثانيه لا، مش ال 200 كلهم هوت، ده 150 منهم هوت على 50 كولد ودلقناهم على بعض بهذا الشكل
وده لقيناهم على بعض بهذا الشكل. وبعدين نزلنا الثرمومتر وقسنا نفس الايه نفس الشيء. الراجل بيقول لي ايه؟ اقول A student suggests that the average rate of cooling or of hot water depends on difference D capital mean di, B D, mean D capital between the temperature of water at time equal zero والروم temperature. ايه الكلام الكبير قوي ده؟ بصوا يا جماعة، دي الاكسبرمنت الاولانية ودي الاكسبرمنت التانية. افتكر في اول السؤال خلاص انت قاري اصلا الروم temperature ب21. فالولد بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ الريت اوف كولينج اللي انت حسبته ده بيعتمد على الديفرنس ما بين الانيشال تمبرتشر والروم تمبرتشر. الانيشال تمبرتشر والروم تمبرتشر، تعالوا يا جماعه دي 1، ايه الفرق ما بين الانيشال تمبرتشر والروم تمبرتشر في الاكسبيرمنت الاولانيه؟ 85 ماينس 21 يديني 64 ديجريز. اذا اكسبيرمنت 1 كان الفرق ما بين الانيشال تمبرتشر والسراوند 64 ديجريز، بينما الاكسبيرمنت الثانيه اللي كان فيها 150 سنتيمتر كيوب هوت و50 سنتيمتر كيوب كولد الانيشال تمبرتشر ما كانتش 85، الانيشال تمبرتشر كانت 69. عشان كده يا جماعه فرق التمبرتشر ما بين الانيشال تمبرتشر والروم تمبرتشر لهذه الاكسبيرمنت هيكون 48 بس. الراجل بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الريت اوف كولينج اللي احنا حسبناه قبل كده ديبندنج على الرقم ده. تعالوا نشوف كده، نجرب، تعالوا نشوف. في الاكسبيرمنت الاولانيه يا جماعه احنا فرق التمبرتشر كان 64، في الاكسبيرمنت الثانيه يا جماعه فرق التمبرتشر 48. طبعا ده مين يا جماعه؟ ده فرق التمبرتشر ما بين الانيشال تمبرتشر والسراوند، الانيشال تمبرتشر والايه والسراوند. طب في الاكسبيرمنت الاولانيه ارجع هتلاقي الريت اوف كولينج بتاعك بكام؟ 0.089 ديجري سيلسيوس، تمام معايا؟ كان اللي هي يا جماعه كانت 16 في نزلت خلال 180 ثانيه، فكان الريت اوف كولينج ان انت بتنزل 0.089 ديجري سيلسيوس بير سكند. في الاكسبيرمنت الثانيه لما حسبنا الريت اوف كولينج كان 0.067 ديجري سيلسيوس في الثانيه الواحده. فبيسالك سؤال، هل انت ترى ان الديفرنس ما بين الانيشال تمبرتشر والسراوند بيأثر على الريت اوف كولينج؟ انا شايف اه. ليه؟ لان يا جماعه لما كان الديفرنس ما بين الانيشال تمبرتشر والسراوند 64 كان الريت اوف كولينج كبير 0.089، بينما لما الديفرنس ما بين الانيشال تمبرتشر والسراوند كان 48 كان الريت اوف كولينج اضعف شويه. اذا هنقولها كالاتي: When temperature difference D between water and surround decreases the rate of cooling or decreases. بالظبط، لما الفرق ما بين الانيشال تمبرتشر والسراوند كان قليل الريت اوف كولينج كمان كان ايه؟ كان قليل. وين دي از 64 كانت الار 0.089، لما الدي ديكريزز وبقت 48 الار ديكريزز وبقت 0.067. اتمنى انك تكون فهمت فكره هذه الاكسبيرمنت وهو عايز يقول ايه، تمام؟ طيب تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعده بقى، سؤال براكتيكال بقى. قول لي ليه الثرمومتر سكيل لازم نبص عليه بيربنديكولاري؟ ليه يا جماعه لما يكون عندي ثرمومتر سكيل كده لازم نبص عليه بشكل بيربنديكولار؟ هنا يا جماعه عشان بنقول دايما على طول بنلوك بيربنديكولار تو افويد البارلاكس، لان انت لو بصيت بزاويه غلط يا جماعه وارد تقرا القرايه غلط، وارد تقرا سيرفيس الميركوري بقرايه ايه؟ بقرايه غلط، ده اسمه بارلاكس يا جماعه. يبقى بنقول دايما لوك بيربنديكولار تو افويد البارلاكس. طب السؤال الثاني، قول لي ليه الميكتشر اوف لما حطينا يا جماعه الهوت ووتر والكولد ووتر ليه لازم نقلبهم قبل ما ناخد القرايه؟ يا جماعه انه وارد يا جماعه نحط الميه السخنه على الميه الساقعه بس تفضل برضو الميه السخنه في حته والميه الساقعه في حته، فاحنا عايزين يا جماعه even distribution of heat so temperature will be the same throughout the liquid. Even distribution of heat so the temperature will be the same throughout the liquid. دي اجابه هذا السؤال الجميل، وده المارك سكيم بتاعه لو حضرتك حابب تطلع عليه. نوفمبر 2020 بيبر 6 فاريانت 1 والسؤال الثالث. السؤال هنا يا جماعه بيتكلم موضوعه عن اللينسز، هو اكسبيرمنت من نوع اللينسز. بيقول لي اسن انفستيجيتس ذا ماجنيفيكيشن اوف ايمج باي لينس، تمام؟ طيب بيقول لي ايه بقى؟ شايفين يا جماعه البتاعه دي؟
لو احنا بصينا عليها من قدام هيبقى شكلها كده، عبارة عن ايه؟ عبارة عن ورقة، الورقة دي مخروم فيها او مقصوص فيها مثلث، يعني ده فاضي يا جماعة، المثلث ده كده فاضي تمام، وبقيته ده كده هنا ايه؟ ورق. ببساطة يا جماعة هو طبعا ده بيسموه الأوبجكت، بيقول لي figure 3.2 shows triangular hole in a card that forms the illuminated object. ده يا جماعة الإليومينيتد أوبجكت، وده المثلث المخروم اللي جواه. طبعا عايزني أقيس ده اتش أو، اتش أو ده يا جماعة يعني الهايت أوف الأوبجكت، تمام، يبقى 1.5 سنتيمتر زي ما أنتم شايفين. واتفقنا يا جماعه، وارد ورقتك ما تديش نفس الاجابه، لان ورقتك ممكن تكون متصوره، ممكن تكون متكبره او متصغره. دي اجابه هذا السؤال. السؤال اللي بعده بيقول لي the student places the lens a distance u 20 سنتي from the illuminated object. الولد يا جماعه حط اللينس هنا اهو كده، على مسافه كام؟ على مسافه 20 سنتي، تمام. طيب he moves the screen slowly until it a clearly focused images formed on the screen. هيبدا يا جماعه، شايفين السكرين ده، هيبدا يحركها قدام وورا قدام وورا لغايه ما صوره المثلث ده اللي هو المفروض، اللي هي المفروض دي تبان شارب عليها، تبان شارب. وبعدين بيقيس المسافه بي، بيعيد بقى الاكسبيرمنت تاني مع مسافه مع مسافه يو ايكوال 25 30 35 40. بيقول يا جماعه ركز هنا، الماجنيفيكيشن اللي هي ام، الماجنيفيكيشن M equals V over U. فهو عايزني بقى أجيب له، أظن سهلة جدا يا جماعة، هنمسك كل واحدة V over U تمام تطلع بالرقم ده، ونمسك التانية V over U يطلع بالرقم ده، نمسك التالتة V over U وهكذا وهكذا، يطلع لي 1.08، وبعدين 28 over 35 يديني 0.80، وبعدين 25.6 على 40 يديني الرقم ده، تمام. طيب بعد كده عايز ايه؟ بيقول لي ارسم لي يو على الواي اكسس وام على الاكس اكسس. ادي يا جماعه يو وادي ام، والراجل بيقول لي ابدا الواي اكسس من 20. ده كلام الراجل تعليماته. طبعا اول حاجه يا جماعه كده بنعملها بسم الله الرحمن الرحيم اول ما تشوف الجراف انك تبدا تليبل الاكسس، دي درجه كده في جيبك تمام. بعدين نعمل ايه؟ نبدا بقى بالسكيل. امسك يا جماعه الاكس اكسس، اقل قرايه 0.64، اعلى قرايه 3.55. على كم مربع يا جماعه؟ على كم مربع؟ على 8 مربعات. تعالوا نشوف ازاي نعملها بحيث تكون ايكوال سبيست، مش ماشي من 0.64. تعالوا نقترح كده 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4. تعالوا نتست الاول. دي اقل قرايه 0.65 ودي اعلى قرايه 3.55. بسم الله ما شاء الله، ايوه فعليا جايبه ايه؟ جايبه اكتر من 50% من اللاين، تمام. طب يلا يا جماعه اللي بعده، ادي اقل قرايه 20 واعلى قرايه 40، على كم مربع يا جماعه؟ على 5 مربعات. وركز ان هو قال لي ابدا الواي اكسس من ايه؟ من 20. طيب ايه رايكم يا جماعه نمشي 20 25 30 35 40 45؟ يلا نتست. اقل قرايه يا جماعه 20، اعلى قرايه يا جماعه 40. لا فعلا يا جماعه واخده اكتر من 50% من لاين، اكتر من 50% من الايه لاين. لو بصينا يا جماعه هنلاقي ان البوينتس بتاعتنا كلها هتكون في الحته دي، البوينتس بتاعتنا كلها هتكون في الحته دي تمام. يلا بينا يا جماعه نبدا اول حاجه 20 مع 3.55، ادي يا جماعه ال 20 مع ال 3.55 هنا، ثم يا جماعه تعالوا نشوف ال 25 مع ال 1.66، ثم ال 30 مع ال 1.08، ثم ال 35 مع 0.80، ثم ال 40 يا جماعه مع ال 0.64. هتطلع كده. طيب انت ايه رايك؟ بص لي كده على البوينتس دي، تقييمك ليها ايه؟ هل ده يا جماعه يمشي ستريت لاين ولا كيرف؟ يا جماعه من الواضح ان ده هيمشي سموث كيرف، ده مش هيبقى ستريت لاين خالص، ده مش هيبقى ستريت لاين خالص تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي use your graph to determine the value of object distance u1 when the magnification is 1. يعني انا عايز يا جماعه قيمه u لما m تكون ب1. يلا نرجع لرسمتنا، يلا نرجع لرسمه. ادي يا جماعه، ادي يا جماعه لما الام ب1 اهي، نطلع كده على الجراف، نطلع كده على الجراف اهو يا جماعه. ساعتها يا جماعه هتكون اليو بكام لما الام تبقى ب1؟ ساعتها اليو تبقى بكام؟ الرقم ده يا جماعه انا شايفه 31.5، لما هي لما دي تبقى 30 ودي تبقى 35، فهيبقى المربعين 31 والمربعين تاني 32 33 34، اذا دي هتبقى 31.5 تمام. إذن هقول له 31.5. بيقول لي calculate the focal length f of the lens using the equation f equals u1 على 2.
ماشي خلاص F equals U1 اهي 31.5 على 2 يطلع لي 15.7875. تمام؟ طيب هنا بقى السؤال عملي، يعني هو ده كله سؤال، كل الأسئلة اللي فاتت دي أسئلة calculations وداتا. هنا بقى سؤال على state two precautions that you would take with this experiment in order to obtain accurate readings. يا جماعة السؤال ده محفوظ، لازم تكون يا جماعة حافظ ال precautions بتاعت experiments دي. أولا قلنا لو سمحت لازم ال experiment دي تكون في dark room، ثانيا الإضاءة بتاعتك دي تكون bright، مع اللمبة دي بتاعتك تكون إيه بتنور كويس bright قوي. إيه كمان يا جماعة؟ من فضلك الاوبجكت واللينس والسكرين يكونوا سيم هايت، ما ينفعش تعمل لي المنظر ده والا الاضاءه يا جماعه اللي هتطلع من اللمبه مش هتوصل للينس. يبقى الاوبجكت واللينس والسكرين يكونوا سيم هايت فروم ذا بنش. رقم 2، رقم 3 بقى، الاوبجكت واللينس والسكرين يكونوا بيربنديكولار على البنش او فيرتيكال، يعني المنظر ده ما ينفعش ان كل واحده فيهم مايله دي، الكلام ده ما ينفعش. تمام؟ اللي بعده يا جماعه لازم تمارك السنتر اوف اللينس، لازم تكون لما تيجي تقيس يا جماعه بالمسطره لازم تعلم نص اللينس دي فين عشان تعرف هتقيس منين بالظبط في المسطره. تمام؟ لازم المسطره تكون ستاك تو ذا بنش. وفي حاجه كمان يا جماعه ممكن يقول لك كلامبت اوفر، يعني معمول لها كلامبنج من فوق. تمام؟ حاجه كمان يا جماعه بنحرك، احنا هنا يا جماعه هنموف السكرين باك اند فورورد، هنموف السكرين باك اند فورورد لغايه ما نجيب الشاربس ايمج. قلنا يا جماعه اول ما بنحط السكرين بالشكل ده يا جماعه بتديني الايمج بليرد، لا نقعد نحرك السكرين قدام وورا لغايه ما نجيب الشاربس ايمج. وخصوصا يا جماعه ركز ان في هذا السؤال هو قال لك هو محدد مسافه اللينس، لانه خد بالك ممكن برضو واحد يقول لك ايه، لا طب ما نحرك السكرين ليه، ما نحرك اللينس. لو بصيت في السؤال ده بالذات هتلاقي ان هو مثبت مكان اللينس، فخد بالك منه. تمام؟ طيب تعال نقول في هذا السياق use dark room mark center of the lens، mark center of the lens. تمام؟ دي إجابة هذا السؤال. والمارك سكيم مديك ما شاء الله معظم الحاجات اللي احنا قلناها تقدر تطلع عليها وتكتبها في ورقة خارجية وتحفظهم عشان تعرف البريكوشنز دي يا جماعة حاجة ثابتة. أي سؤال بريكوشنز لهذه الاكسبرمنت هتلاقي نفسك بتسمع الحاجات المحفوظة دي. نوفمبر 20 بيبر 6 فاريانت 1 والسؤال الرابع سؤال بلان ان اكسبيرمنت. تعالوا نشوف قصته عامله ازاي. بيقول لي a student investigates the resistance of different wires. يبقى الولد بينفستيجيت ايه يا جماعه؟ resistance الايه؟ الوايرز. plan an experiment to investigate the resistance of wires made of different metals. تمام؟ يبقى انا عايز ادرس تاثير نوع الميتال على الريزيستنس اوف الايه اوف الوايرز. ما انت لازم تبص على السؤال بتاعك عشان تعرف انت هتدرس العلاقه ما بين ايه وايه. بيقول لي ريزيستنس ايكوالز ار ايكوالز في اوفر اي. ريزيستنس اي حاجه هي في اوفر اي. معاك ايه يا فندم؟ معاك اميتر، معاك فولت ميتر، معاك باور سبلاي، معاك ميتر رول مسطره، ومعاك وايرز من ديفرنت ميتلز. والله بيقول لك يو كان اوسو يوز اذر اباريتس، لو انت عايز تستخدم حاجه ثانيه استخدمها، اند ماتيريالز ذات ار يوجوالي افيلبل ان لابوراتوري سكول ان سكول لابوراتوري. تمام؟ يبقى هو عايز يدرس ايه يا جماعه؟ الريزيستنس مع ديفرنت ميتلز. مين اللي هغيره بايديا يا جماعه؟ اكيد نوع الميتال، نوع الواير. مين اللي هيتغير على اساسه؟ الريزيستنس. اهو الديفرنت ميتلز دي يا جماعه بنسميها الاندبندنت فاريبل، والريزيستنس يا جماعه بنسميها الديبندنت فاريبل. اللي انا بغيره بمزاجي، اللي انا بغيره بايديا اسمه الاندبندنت، ده يبقى على الاكس اكسس. المترتب عليه يا جماعه ده بيبقى الريزيستنس على الواي اي اكس. طبعا يا جماعه بس ديفرنت ميتلز دي لان ديفرنت ميتلز مش هتبقى بالارقام، ففي الغالب مش هيترسم رسم جراف عادي. اذا رسمت شكلك كده هترسم بار شارت. ليه؟ لان الميتال ده مش رقم، يعني مثلا انت ايرون كابر ستيل، في فرق ما بين انك ترسم رقم مع رقم ده يبقى جراف عادي، ما بين انك ترسم اسم مع رقم. تمام؟ تعالوا نشوف القصه هنا شكلها عامل ازاي. بيقول لي ان يور بلان يو شود، لازم ترسم لي ايه؟ ليست سوتبل ميتلز for wires اللي انت هتتنفستيجيت تعملها انفستيجيشن. draw a diagram، اشرح لي الانفستيجيشن بتاعتك، قول لي الكي فاريبلز اللي لازم تكون بي كونستنت، وارسم لي التيبل او التيبلز او الحاجات اللي انت هت ايه. او طبعا بيقول لي ما انتش محتاج تحط ارقام في هذا التيبل. القصه هتبقى شكلها عامل ازاي يا جماعه؟ لازم تعمل السيركت بتاعتك بالشكل ده. سيركت يا جماعه فيها اميتر وفيها فولت ميتر. الفولت ميتر هنا ان بارالل مع مكان فاضي،
ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه؟ لان المكان فاضي على فكره، ممكن تحط الفاريبل ريزستور وممكن ما تحطوش، بس طبعا يفضل انك تحطه على اساس ان انت تاخد كذا ريدنج. هنجيب يا جماعه ديفرنت ميتلز، هنجيب ديفرنت ميتلز زي ما انتم شايفين، ايرون، كوبر، ستيل، كوبالت، وتجيب لك مايكرومتر. ليه مايكرومتر؟ لان لازم تتاكد ان الميتلز بتاعتك دي كلها، الوايرز دي كلها سيم دايامتر. يعني ما ينفعش اجيب مثلا سلك الايرون تخين وسلك الكوبر رفيع وسلك الالومنيوم نص نص، لا لا لا، لازم كلهم يكونوا سيم دايامتر. مش بس كده، انت لازم يكون معاك مسطرة عشان يبقى كلهم سيم لينث كمان، تمام؟ فور فير كومبارزن. ليه يا جماعه؟ انا عايز ادرس مين؟ انا عايز ادرس طول السلك؟ لا. تخن السلك؟ لا، انا عايز ادرس نوع السلك. اذا لازم الحاجه الوحيده اللي تتغير تكون نوع السلك. الطول يكون هو هو، الدايامتر يكون هو هو، ايفن التمبرتشر تكون هي هي. فهنتأكد ان السلك بتاعنا نفس الطول، ونبدأ نحطه في المكان الفاضي ده، ونقرأ الاي على الاميتر، نقرأ الفي على الفولت ميتر، وتروح حضرتك باستخدام الرول R equals V over I تجيب لي الار. يبقى هنحط السلك الاولاني، نقرأ الاي ونقرأ الفي، V over I يديك الار. خلاص يبقى احنا كده حسبنا ريزيستنس السلك الاولاني. طب ايه لازمته الفاريبل ريزيستور؟ اوقات ممكن احتاج اخد كذا ريدنج لنفس الواير، تمام؟ بس انا مش مضطر اشرح دي دلوقتي، يعني هو مش محتاجها في الاجابه قوي. هنشيل يا جماعه السلك الاولاني، نحط السلك الثاني، نفس الموضوع، نقرا الاي نقرا الفي، يلا يا جماعه اي ار ايكوالز في اوفر اي، وجيب لي ار ريزيستنس السلك الثاني. يلا يا جماعه السلك الثالث، نفس الموضوع، اقرا الاي اقرا الفي، ار ايكوالز في اوفر اي، وهكذا السلك الرابع، وهكذا نفس الشيء. وتعمل لي جدول تقول لي التايب اوف الواير، السلك مثلا الكابر الكرنت ارى كذا، والفولتج ارى كذا، والريزيستنس اللي هي ار ايكوالز في اوفر اي تبقى بكذا. يبقى السلك الكابر كان الريزيستنس بتاعته بكذا، السلك الايرن الريزيستنس بتاعته كانت بكذا، الستيل ارينا الاي ارينا الفي حسبنا الار، البراس مثلا ارينا الاي ارينا الفي حسبنا الار، وهكذا. اربع انواع، خمس انواع مختلفه يكفي جدا جدا جدا، تمام؟ هنبدا نكتب هذا الكلام، الستبس بتاعتنا، نقول له والله هات الكابر وايرن براس اند ستيل، في هنا كومه صغيره كده وايرز، تمام؟ هنقول له كونكت ذا سيركت از شون ان ذا دايجرام، طبعا احنا رسمناها له، اند ادجست ذا فاريبل ريزيستور سو ذا كرنت از لو، طبعا نخلي الكرنت لو عشان السلك ما يسخنش، تو افويد ذا واير بينج هوت. اقرا البوتنشال ديفرنس، اقرا البوتنشال ديفرنس اللي هو الفي فروم ذا فولت ميتر اند ذا كرنت فروم ذا اميتر، سجلهم في الجدول اللي احنا وريناه لك، احسب الريزيستنس حيث ار ايكوالز في اوفر اي، عيد الستبس واحد واثنين وثلاثة واربعة، بس مع الايه بقى؟ مع 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 الميتال الاخر بقى، مع مثلا الايرن مع البراس، وهكذا. طيب تعال نشوف ايه كمان، ايه الحاجات بقى لازم تكون كونسنت؟ يعني انا دلوقتي استخدمت اكسبيرمنت مع الايرن، اكسبيرمنت مع الكابر، اكسبيرمنت مع ستيل، ايه الحاجات اللي لازم تكون بالسين؟ يا جماعة طول السلك لازم يكون هو هو فيهم كلهم فور فير كومباريزن، الثيكنس اوف الواير لازم يكون هو هي، but all kinds of wires should have the same diameter and length. So before using a wire, we should use a micrometer screw gauge to check the diameter, low thickness of the wire, and the ruler to check the length. So all the wires must have the same diameter and thickness. ايه ال precautions يا جماعة؟ ايه الاحتياطات اللي لازم ناخدها؟ لو سمحت خلي الكرنت بتاعك لو، وده يا جماعة موجود في اي experiment electricity، انك تستخدم low current، فده precautions ثابت. ازاي؟ وكمان switch off between readings، ليه؟ عشان اتجنب سخونة السلك، يبقى نستخدم low current و switch off between readings عشان نتجنب سخونة السلك. ارجوك دي تحفظها، لان دي precaution في كل اسئلة اللي هي electricity اللي بهذا الشكل، تمام؟ طيب تعال نشوف هل احنا قلنا الراجل هو عايزه. write a list of suitable metals، قلنا له اللي هي الكابر والايرن والبراس والحاجات دي. Draw a diagram of suitable electric circuits، رسمنا له السيركت بالسيمبلز بتاعتها مظبوط، تمام معايا؟ وطبعا يا ريت يا جماعه السيركت اللي ترسمها تكون ليبلد، يعني تكون معرف ودي كذا ودي بطاريه ودي مش عارف ريزيستور وده فاريبل ريزيستور، تمام؟
اكسبلين بريفلي، والله يعني بشكل مختصر اشرح الانفستيجيشن، شرحناها له. الكي فاريبلز تو بي كونستنت اظن قلناها له، اللي هي طول الواير وثيكنس الواير والكلام من ده، والتيبل او التيبلز احنا رسمنا له التيبل في الرسمه بتاعتنا. اذا كل الحاجات دي احنا اديناها بكفاءه، وده المارك سكيم عشان تتاكد ان اجابتنا فعليا تستحق السبع درجات، تقدر تقراها بالراحة وتعرف الدرجة الأولى كم على إيه، والدرجة التانية والتالتة والرابعة لغاية الدرجة السابعة، عشان تكتشف إن اللي إحنا كتبناه ده فعليا يستحق السبع درجات بتوع هذا السؤال.